السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي. هنكمل مع بعض إن شاء الله يونت 5 الوحدة الخامسة الدرس الخامس والسادس من كتاب المعاصر 2025. طيب نبدأ كده بالكلمات مع بعض. عندي هنا donation تبرع, business woman سيدة أعمال, share يشارك, opinion رأي, passport social media blog مدونة, newspaper article مقال في جريدة. تاني مع بعض: donation, business woman, share, opinion, passport, social media, blog, newspaper article. طيب عندي هنا باب كويز مع بعض. Complete the following sentences using the word in the box. Charities الجمعيات الخيرية need to help more people, محتاجة donations تبرعات عشان تساعد الناس أكتر. Number 2, what is your about my new car? What's your opinion, ما رأيك عن سيارتي؟ The officer asked the tourist to see his officer الضابط سأل السائح إن هو يشوف his passport الجواز السفر. We always دائما presents and festival. We always share, دائما بنشارك الهدايا. يبقى هنا share number 4. طيب listen 5 الدرس الخامس. عندي suggestion اقتراح, perhaps ربما. كلمات listen 6. عندي canteen اللي هو الكانتين, cold drink مشروب مثلج, street corner ركن او ناصية الشارع, surprising events احداث مدهشة, pleased مسرور, geography الجغرافيا, laboratory المعمل, road الفرج access bridge كوبري محور رود الفرج, snow تسلج او جليد. طيب عندي هنا numbers, قال لك ازاي تقرا الارقام. يعني مثلا عندي هنا ده 100,000 هنقول 100,000, 1,500, 10,300, 1,000,000, 600,000. طيب تصرفات الافعال عندي give يعطي, give given, let. السينونيم اند انتونيمز الكلمه والتضاد والمعنى, يوجوال عادي او معتاد, اوردينري نورمال طبيعي او عادي, unusual غير عادي, soft ناعم, smooth ناعم, hard صلب, possible ممكن, likely من المحتمل, impossible مستحيل, pleased مسرور, happy سعيد, glad مسرور او سعيد, sad حزين, random عشوائي, unplanned غير مخطط, planned مخطط. عندي suffix والprefix. عندي هنا suggest يقترح, لما حط لها اللاحقة T-I-O-N تبقى suggestion اقتراح. عندي please سعيد أو مسرور, please من فضلك أو يسعد, لكن please مسرور, snow تسلج, snowy جليدي, surprise يدهش, surprising مدهش. يبقى بنحط الـ ING عشان نحول صفر والـ Y عشان نحول إلى صفر. choose the correct answer from A, B, C or D. smooth and كلمة smooth و A ليها الـ opposite العكس, طبعا smooth ناعم و hard صلب, يبقى إجابة صح hard. طيب number 2, the antonym of the word possible, تضاد كلمة possible يعني ممكن, عكسها impossible مستحيل. number 3, the suffix T-I-O-N changes the word suggest, اللاحقة I O N بتغير الفعل suggest إلى noun إلى اسم. number 4, we cannot change the word snow, ممكن نغير كلمة snow into an adjective إلى صفة by adding the suffix بإضافة اللاحقة إيه Y, يبقى snowy يعني مثلج. happy has the same meaning, happy لها نفس معنى كلمة pleased مسرور. قال لك general notes on reading and listening,
لاحظ أن الكلمات الآتية اللي هي 100 1000 مليون إذا تبعها اسم وسبقت برقم لا تجمع، يعني لك مثلا فريدة has donated 2 مليون، ما هنا ما جمعش كلمة مليون، جمعت باوندز بس. طيب without بدون بنجيب بعدها الفعل في ing، life would be impossible without computers، ing أو اسم، الفعل في ing أو اسم. I can't leave without saying goodbye، أنا مش هقدر أغادر من غير ما أقول مع السلامة. Important expression and preposition، تعبيرات وحروف الجر الهامة. And give away يمنح أو يهب، مهمة جدا التعبير ده. Give an opinion يعطي رأي. Make suggestion يقدم اقتراح. Make a decision يتخذ قرار. I made my family happy، لقد جعلت عائلتي سعيدة. I see what you mean، أفهم ما تقصده. In my opinion في رأيي. As possible بقدر المستطاع. As possible. Go back to يعود إلى. Work for يعمل لدى. At first في البداية. Try to يحاول أن. On the street corner على زاوية الشارع أو ناصية الشارع. Decide to يقرر أن. On the way home for في الطريق العودة إلى أو في طريق العودة من. طيب تعال نشوف الفوكابلر والتمارين مع بعض. عندي هنا بيج صفحة 271، هنحل مع بعض صفحة 271 في تدريبات الدرس الخامس والسادس. Question number one. You can't leave your country without having your، يعني ما تقدرش تغادر دولتك من غير ما يكون معاك الباسبور، جواز السفر. Number two. You can post anything about yourself، ممكن تنشر أي حاجة عن نفسك on the internet، يبقى ده فين؟ ده في البلوج في المدونة. Number three. To charities to great act of kindness، يبقى donation التبرع لجمعيات خيرية is a great act، هو عمل رائع من أعمال الخير. Facebook is one of the most popular social media website، الفيسبوك واحد من أهم أو من الأكثر مواقع الشعبية. Number five. We study countries، بندرس الدول والماونتينز والجبال والأنهار، فين؟ في الجيوغرافي، في الجغرافيا. Number six. Facebook and Twitter، Facebook and Twitter are forms of، هي أشكال من السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي، لكن social studies دي دراسات اجتماعية. Number seven. In my opinion، في رأيي doing، yeah، طبعا doing acts random acts of kindness is fantastic، في رأيي عمل أفعال الخير العشوائية رائعة. Number eight. Our class، الفصل بتاعنا، to try to do an act of kindness every day for 3 days، يبقى الفصل بتاعنا عمل إيه؟ decided، قرر إن هو يقوم بأفعال الخير لمدة سنة أو كل يوم عامه لمدة 3 أيام. Number nine. I agree، أنا أتفق، that it's important for famous people، من المهم للناس المشهورة to إن هم donate money، يتبرعوا بالمال. Number 10. We do experiments in science lesson، بنعمل تجارب في درس العلوم. In the في اللابراتوري، في المعمل. Number 11. There was a big charity، كان في جمعية خيرية كبيرة. On our street، في شارعنا. Street corner، في على ناصية الشارع. Number 12. At school we buy food and drinks، في المدرسة بنشتري طعام ومشروبات من ايه؟ From the canteen، من الكانتين. Number 13. I went to my house at 7 o'clock، I went back، يعني رجعت البيت الساعة 7. He gave all of his money to charity before his death، يعني هو gave away، وهب كل فلوسه أو منح كل فلوسه لجمعية خيرية قبل ما يموت. Before his death، death يعني الموت. Number 15. Don't worry، ما تقلقش. I what you mean، but I see what you mean، أنا أفهم ما تقصده. Number 16. My brother works، أخي يعمل. For لدى a big company، شركة كبيرة. طيب عندي هنا محادثة هنحلها مع بعض إن شاء الله في صفحة كام؟ 273. 276. Company is a following line. باسم وانت السام ادفايس فروم علي، باسم يريد بعض النصائح من علي، فبقول له ام جيتنج تو فات، انا بتخن. يس اي ثينك يو جود فات، نعم اعتقد انك تدخل.
فراح قال له حاجه، قال له why don't you start running، ليه ما تبداش بالجري، ليه ما تجريش. يبقى هنا what should I do، ماذا يجب ان افعل، يعني اعمل ايه، what should I do. قال له ليه ما تبداش بالجري، راح قال له حاجه، قال له how can I start، يبقى له مثلا good idea، فكره جيده، كيف ابدا، هيقول له طبعا you should start short distance، you عشان وتحت قال له short distance مسافات قصيره، يبقى you should start، يجب ان تبدا short distance بمسافات قصيره. اوكي نقطه هنا، قال له شورت ديستنس، وراح سأله سؤال، قال له يو كان ران فور 50 مينتس ايتش داي، ممكن تجري لمده 15 دقيقه كل يوم. يبقى هاو لونج كان يران ايتش داي، كم مده ممكن اجري كل يوم، هاو لونج كان اي ران ايتش داي، بات وات if my legs hit، ولكن ماذا لو رجلي وجعتني او المتني، اقول له ايه، you should stop at once، you should stop، لو رجلك وجعتك you should stop، توقف. عندي هنا تدريبات على الدرس الخامس والسادس صفحه 275، تابع معايا حضرات 275. أني سؤال محاسكم بليز زفال ونجدالوك، نورا تيلز دينا about the film she had watched last night، نورا بتقول لدينا عن فيلم اللي شافته الليلة الماضية، لا where did you go last night، أين ذهبتي، طبعا أكيد أكيد راحت فين، راحت السينما صح كده، يبقى I went to the cinema، ليه عرفت منين، من عنوان المحادثة، لأن هي شاهدت فيلم، يبقى I went to the cinema. هنكتب كده مع بعض I went to the cinema. سأل السؤال لها the film started at 6 o'clock، الفيلم بدأ الساعة 6 مساء، يبقى when did the film start، متى بدأ الفيلم، طبعا هاخد فعل مساعد did عشان ده سؤال في الماضي، when did the film start، متى بدأ الفيلم. طيب ستة سؤال تلاقيها yes very much، نعم، يبقى ايه، did you enjoy، هل استمتعت بالفيلم، او did you like the film، هل حبيت الفيلم؟ Did you enjoy؟ هل استمتعت؟ Yes very much. Who did you go with؟ رحت مع مين؟ مثلا I went with my brother، رحت مع أخي، أو with my sister، I went with my brother، رحت مع أخي. When did you return home؟ متى عدت إلى المنزل؟ يبقى at مثلا 11 PM، 11 مساء. Choose the correct answer. My parents والدي money to a charity which helps disabled people، يبقى والدي عملوا ايه، دونيت بيتبرعوا بفلوس عشان تساعد المعاقين. In my opinion، في رأيي the car is too expensive، هذه السيارة غالية جدا. I'm very to meet you، it's my first time to see you، I'm very pleased، أنا مسرور جدا لرؤيتك. Number 4، A is like an online diary، هي زي مدونة على الانترنت كده، بدل بلوج، المدونة بلوج. Number 5، He is at home، I'm not sure، يبقى perhaps، يعني ربما هو في البيت، أنا مش متأكد، عرفت منين، قال لك I'm not sure، مش متأكد. Number 6، She does many big projects، بتقوم بمشروعات كبيرة. She is a، هي ايه، business woman، سيدة أعمال. Number 7، give me some advice، اديني بعض النصائح، to me happy، to make me happy، عشان تخليني سعيد او تجعلني سعيد. Number 8، the person helped me is my neighbor، يبقى البيرسون هنا شخص عاقل، فبناخد ضمير الوصل هو، انه مع العاقل. Number 9، history is a subject، التاريخ المادة، which طبعا غير عاقل، I find interesting but difficult، بلاقيها شيقة ولكن صعبة. That is the house، هذا هو المنزل. My grandmother was born، طبعا هنا where، حيث ولد جدي. Complete the sentence with the correct form of the word in practice. This is the bakery، هذا هو المخبز. My brother works in، خبك في in، اوعى تاخد where، ركز، يبقى ايه، watch. Number 2، زمان الرجل عاقل، هناخد هو.
نمبر 3 وي بوت ا فلات اشترينا شقه از نير اور سكول طبعا انا بوصفها التي تكون قريبه من مدرستنا بوتش This is the charity هذه الجمعية الخيرية My family donates money to يبقى This is the charity watch طبعا عشان هنا الجمعية الخيرية غيرها يكون ومش مكان احنا بوصفها التي عائلتي تبرعت بالمال لها واصلا حرف الجر بيجيش معاويه طيب نكمل مع بعض هنا عندي التدريبات الصفحة الصفحة كام دي 279 هنحلها مع بعض ان شاء الله السؤال الاول ذا سينونيم اوف سموز يعني ترادف كلمة سموز سموز يعني ناعم انا عايز ترادفها يعني معناها سوفت يبقى هناخد ايه سوفت نمبر 2 I have a big problem could you me your opinion يبقى ممكن تديني رأيك give نمبر 3 The person who owns and runs a shop is called الشخص اللي بيملك ويدير محل اسمه ايه اسمه الشوب كيبر صاحب المحل نمبر 4 رود has the same meaning as كلمة رود لها نفس معنى كلمة ايه رود يعني وقح يبقى لها نفس معنى كلمة امبولايت غير مهذب اوكي نمبر 5 ذا دوتر اوف ذا كينج ابنه الملك او الملكه طبعا هي البرنسس الاميره وي ميت اور فريندز ات ذا قابلنا صديقنا فين اللي بيعمل مشروبات لذيذه طبعا الكافيه المقهى واتش تي شيرت دو يو مي تو باي ريكومند ايه التيشيرت اللي بتوصيني اللي انا اشتريه The school is a place المدرسة هي المكان where we learn حيث نتعلم You shouldn't up late You shouldn't stay up shouldn't بعدها المصدر لا يجب أن تسهر متأخرا You shouldn't stay up late Number 10 This is the book هذا هو الكتاب Watch طبعا هنا Watch عشان الكتاب غير عايق واللي بقى هنا ايه Watch طيب Complete the sentence with the correct form This is the bakery هذا هو المخبز we buy bread اللي بيشتروا منه الخبز يبقى هنا ايه where هناخد where حيث عشان ده مكان number 2 they has to revise before the exam طبعا زي بتاخد have to science is the subject which عشان العلوم غير عايقون Number 4 What do she have to do before traveling? But what does? عشان she بتاخد does My mother doesn't have to عندك to موجودة ناخد have بس Number 6 Should we should بعدها المصدر يبقى eat Number 7 What you have to do But what do you have to do? What do you have to do? عشان ده سؤال زمان الرجل عاقل يبقى هو Number 9 pupils have to wear this school uniform يبقى have عشان pupils يعني التلاميذ جمع Number 10 we bought a flat اشترينا شقة which is near طبعا بوصف الشقة يبقى هنا which التي تكون قريبة من الترين ستيشن من محطة القطار نكمل مع بعض يا حضرات هنا عندي تيست على يونت 5 اختبار على الوحدة الخامسة بيش كام بيج 281 يبقى هنحل مع بعض 281 complete the following dialogue اكمل المحادثة الآتية زياد asks مروان زياد بيسأل مروان about his job at home عن وظيفته في البيت فبيقول له ايه زياد do you help your family at home هل بتساعد عائلتك في البيت هيقول له يا سيدو نعم قال له when do you do that بتعمل ده امتى قال له مثلا at weekends في نهاية الأسبوع Do you tidy your room هل بترتب حجرتك قال له مثلا يا سيدو أو sure يا سيدو Yes you are very kind أو very beautiful helpful أنت نافع جدا سأسأل الله I also look after يبقى هنا What about you ماذا عنك أنت بتعمل إيه هل بتساعد في البيت ولا لا What about you قال له yeah, I also look after my little sister and play with it بعتني بأخت صغيرة وبهتم بيها
سو سأل قال له I go to bed at nine. يبقى when do you go to bed؟ متى تذهب إلى النوم؟ when do you go to bed؟ طيب reading comprehension. read the following and answer the question. سمير works as a volunteer. سمير اللي عمل كمتطوع for a charity في جمعية خيرية which helps to clean our local beach. At the weekend في نهاية الأسبوع they go to the beach and pick up. Pick up يلتقط the rubbish كمامة. The people left behind اللي الناس بتتركها خلفها. They always pick up lots of plastic bottles. فاطمة visits a home for all the people. فاطمة بتزور منزل كده للمسنين who are disabled المعاقين. So it's difficult for their family to look after them. She goes there after school and Thursday the volunteers have a special person who they visit and talk to. The woman who they visit is called Mrs. Nahla. She worked as a nurse when she was young and she is a fantastic person. فاطمة loves talking to her. على مين؟ على نهلة. هي بتعود على نهلة. أحمد works for a charity which looks after animals that are old or sick and cannot work anymore. People donate money to that charity to buy food for the animals such as horses, camels. They help to feed the animals and look after them. This camel is Ahmed's favorite animal. طيب السؤال الأول. إذا عندهم لاين بورناون هير قلنا هي بتعود على مين؟ على مسز نهلة. It isn't nice مش كويس يعني إنك أنت leave rubbish تترك الكمامة. The underlying word pick up كلمة pick up معناها إيه؟ معناها collect يجمع أو يجمع. Give a suitable title for the passage إدي عنوان مناسب للقطعة. هنقول مثلا voluntary work العمل التطوعي voluntary work. What's your opinion about the charities؟ إيه رأيك في الجمعيات الخيرية؟ قول مثلا they are helpful دي جمعيات ايه؟ نافعة. Why do people donate money to charity which أحمد works for؟ ليه الناس بتدي فلوس للجمعية اللي شغال فيها أحمد؟ عشان تساعد الحيوانات صح؟ يبقى to buy لكي تشتري food طعام for animals للحيوانات. Choose the correct answer. Although على الرغم من سارة اسبور هي فقيرة she behaves like a real princess بتتصرف زي الأميرة الحقيقية. نمبر 2 أحمد works as for a charity أحمد يعمل كفولنتير متطوع لجمعية خيرية that helps to clean the local beach. نمبر 3 the between Alexandria and Bourdesaid isn't short يبقى the distance المسافة بين اسكندرية وبورسعيد قصيرة أو مش قصيرة. طيب نمبر 4 my clothes are clean ملابس نظيفة and they're dry وجفة so I put them all away هضعهم في مكانهم. Number 5 acts of work acts of kindness is what you do for someone for no reason يعني افعال الخير العشوائية اللي بتعملها من غير سبب يبقى هنا random عشوائي. This book is you should read it هذا كتاب fantastic يجب ان تقرأه. Try to حاول to the birds to feed the birds ان تطعم الطيور and the animals regularly بانتظام. That is the city هذه هي المدينة where I was born in طبعا في إن هنا يبقى which عشان لو ما فيش إن كنا خدنا where. طيب فركز في السؤال number 9 you buy a bowl I will give you mine يبقى you don't have to buy يعني مش لازم تشتري كورة أنت مش مضطر إنك تشتري كورة أنا هديك الكورة بتاعتي. This is the doctor هذا هو الطبيب طبعا المفروض آخد هو عشان عاقل ما فيش هو هياخد that. Complete the sentence with the correct form of the word in practice. I work for a charity أعمل في جمعية خيرية طبعا غير عاقل يبقى which looks after animal التي تهتم بالحيوانات. At home I have to do my homework I have to خلي بالك وعايز لخبطك I have to. When you get on the bus لما تركب الأوتوبيس you have to buy يجب أن تشتري تذكرة. She not have get up early on holiday يبقى she doesn't have to get up early مش مضطرة أن تستيقظ مبكرا في الأجازات. But doesn't have to والمصدر بعديها. طيب كده حضرات خلصنا حالة تدريبات يونت 5 كان معكم مستر محمد شعبان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.